أول مسؤول وساعدوه بكل حرية لا في أي اتجاه. نهار الأول قلنا لهم موشي صالح، نهار الأول قلنا باللي إنسان جاء لغروضنا ما هوش لغروض لكرة القدم ولا للديفلوبمون تاع الفوتبول ناسيونال. أو علاه سيدي علاه؟ أنا والله العظيم فكرتني في حاجة برك مرة. أنا حتى قلت لأخويا جيب البرنامج نتاعك، جيب له في الوحدة، جيب له في دهوت، جيب الوحدة سيدون والله بالله العلي العظيم ما تدي دينار من الدولة الجزائرية. يا سيدي قال منا راح شاف رئيس الحكومة قال منا. قلت لهم والله ما والله ما يدي دينار، هاي نكون ما يخضعش القوانين الدولة بالله ما يدي دينار. رئيس حكومة قال بلد بلو قال لي أحالي. قلت والله ما مديته نكون يخضع كما الكاراتي كما الكورت السبت كما كورت الكورت اليد يجي برنامج تاعو على هذا تولد على 12 شهر مخليها الوحدة على كل راكرة. سبحان الله هذا اللاعبين من بلومي الماجر الفرقاني القاسي السعيد هذا كل ما تكونوش باش يكونوا مدربين ونجيبوا حنا الناس ماوش معروف. الا الحقره الا شوف والله 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 انني مريض يا اخي انني مريض صح بعد والله من سامح لهم اليوم القيامه لان خانوا كل شيء من جهه الشباب. اعطيله فرصه الا منا قسيته منا حقرته منا نحيته من المستقبل. مش عارف انا واش نتحدث. طبعا هذا هو الوزير الاسبق اللي كل جزائري يتصلوا بنا يقول لك انه كان راجل ونحبوه كثير. سمحتوا واش قال لكم؟ قال لكم والله ما يسمح له حتى اليوم القيامه.